الوقوف على معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على غزة، حيث نناقش حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد سكان القطاع توازيا مع ختام قمة القاهرة الدولية حول الأوضاع في غزة، في وقت أكد بيان المقاومة الفلسطينية المشترك أن التحركات بالمنطقة لم ترقى إلى مستوى الواجبات لوقف العدوان والإبادة الجماعية. إذن ينضم معنا من أمستردام عبر سكايب الكاتب والصحفي الفلسطيني السيد ماهر شاويش، ومن ستوكهولم عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي السيد عدنان أبو شقرة. إذن مرحبا بضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ ماهر شاويش. ماهر شاويش، قمة القاهرة الدولية للسلام، كيف تقيم هذه القمة وإلى أي مدى ارتقت هذه القمة إلى مستوى وحجم الكارثة التي تحصل بقتل الأبرياء الفلسطينيين دون رحمة؟ نعم، حياك الله أخي الكريم، وحيا ضيفك الكريم مسلم أيضا والمشاهدين الكرام. يعني حقيقة الآن هناك فيما يتعلق بكل عملية طوفان الأقصى، هناك ثبت بتقديري ثلاثة مسارات تسير، المسار العسكري والمسار السياسي والمسار المدني الإنساني، وكل من هذه المسارات لديه فيه نوع من التفرعات والعناوين المختلفة. وفيما تفضلت به أو السؤال الذي تفضلت به هو يندرج تحت المسار السياسي الدبلوماسي المتعلق بما يدور حول عملية طوفان الأقصى. الآن هذه القمة مع الأسف ربما يكون الجديد فيها أنها خرجت بلا بيان. يعني هذا في تقديري الجديد في مثل هذه القمم، أن هذه القمة وصلت إلى مرحلة أن لا يخرج حتى عنها بيان ختامي. طبعا البعض يعزو ذلك إلى أن هناك تم خلافات كبيرة بين المؤتمرين في هذا المؤتمر، وأنا طبعا أتفق مع هذا الطرح، أن هناك تم خلافات كبيرة فيما يتعلق بكل قراءة هذه العملية وكل ما يتعلق بهذه العملية. لكن ما يعنينا منها هو حقيقة هو الجانب العربي بالذات بشكل مباشر، لأنه القضية الفلسطينية يعني البعد الذي يلي البعد الفلسطيني فيها هو البعد العربي بشكل مباشر، ثم البعد الإسلامي والبعد الدولي. وهنا حقيقة عكست أنا بتقديري هذه القمة فشل الحراك الدبلوماسي والسياسي العربي، وعجز عن تقديم أي أو اقتراح أي حل لما يجري ولو بالحد الأدنى حتى في المجال الإنساني. يعني إذا لم نتحدث يعني عن شيء متعلق بوقف إطلاق النار، فهذه القمة عجزت حتى عما يتعلق بالمسار المدني الإنساني، وتحديدا فيما رأيناه في أنه مع الأسف الشديد كل هذه الأمة العربية مجتمعة لا تستطيع بعد أسبوعين أن تدخل سوى يعني 20 شاحنة، وربما يعني هذا العار تم تقسيمه على 20 دولة عربية، وقيل برسالة واضحة يعني حقيقة هكذا يريد الغرب أن يوصل إلى العرب، أن قيمتكم كل دولة تستطيع أن تدخل شاحنة واحدة فقط إلى قطاع غزة المحاصر منذ 17 عام. هل هذه قيمة الدول العربية؟ هل قدرات الدول العربية فقط كل هذه القدرة التي تمتلكها الأمة العربية تستطيع أن تدخل كل دولة عربية شاحنة واحدة إلى قطاع غزة؟ حقيقة أي ذل وأي عار. طبعا العشرين شاحنة التي دخلت اليوم هي تعادل تقريبا 3% مما كان يدخل على مدار يعني على قطاع غزة قبل أسبوعين، يعني في الوقت الذي كانت فيه الأمور حتى ضمن الحصار وقبل الحرب كان يدخل ما بين 500 إلى 600 شاحنة يوميا. أما بعد الحرب وبعد كل ما جرى خلال أسبوعين وبعد عدد النازحين وبعد استهداف المساجد، استهداف المشافي، استهداف المدارس، استهداف المستوصفات، كل هذا الاستهداف وكل هذا الذي جرى وكل جريمة الحرب التي تمت وكل سياسة العقاب الجماعي التي تطبق، ومع ذلك يدخل فقط 20 شاحنة إلى قطاع غزة. يتساءل كثيرون يعني ما قيمة هذه المساعدات وهذه الشاحنات إذا لم يكن فيها ومن ضمنها الوقود الذي يعتبر مهم جدا بالنسبة للوضع الإنساني، كمستشفيات، كجرحى، كمصابين، كحتى الموتى، جثث الموتى بدأت تتعفن وتتحلل بسبب عدم وجود وقود. أمر يعني خطير للغاية، ونتحدث عن مساعدات وشاحنات وطعام وإلى آخره. لو سمحت ابقى معي أستاذ ماهر شاويش، سأعود إليك مرة أخرى من ستوكهولم عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي سيد عدنان أبو شقرة، مرحبا بك مرة أخرى. مع التظاهرات التي خرجتم بها في ستوكهولم، خرجتم فيها في لندن، الدول الأوروبية، في سيدني، في أستراليا،
يا ترى كيف ترى تضامن الرأي العام الدولي، الرأي العام مع قضية الشعب الفلسطيني، مع قضية قطاع غزة، مع قضية قتل المدنيين بدم بارد وما يجري في هذا القطاع؟ تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين، والرحمة لشهداء فلسطين والعافية للجرحى والحرية للأسرى. الحراك الذي تم في أوروبا، نحن نعرف أن في البداية استطاع الكيان الصهيوني مع أمريكا وكثير من الدول الأوروبية بوضع سرديته الخاصة عما جرى في عملية طوفان الأقصى، ألا وهي قتل الأطفال والمدنيين، وكأن العالم لم يرى أننا رأينا عسكريين يساقوا إلى قطاع غزة وأن هناك معارك. كانت هذه السردية هي السائدة في أول أسبوع، ولذلك كان المفروض أن يعمل الجميع على إيصال السردية الفلسطينية. وبدأت المظاهرات تلعب دور أساسي في هذا الموضوع. يعني الذي نراه في أوروبا هو بالضبط ما حدث عندما احتل الأمريكان العراق وأعلنوا الحرب على العراق. الجماهير في واد والقيادة السياسية في واد، يعني المظاهرات التي تخرج في معظم المدن ليس فقط في ستوكهولم. يعني أنا أستطيع أن أقول أنه حتى في المدن الصغيرة في السويد تخرج مظاهرات تأييد لفلسطين وتطالب بوقف العدوان على قطاع غزة ووقف المذبحة الجماعية التي تجري في قطاع غزة. ونحن رأينا كيف أن الدول الأوروبية جميعا بما فيها رئيسة الاتحاد الأوروبي أعلنت دعمها للكيان الصهيوني ولما يجري، وحتى عندما كانوا يواجهوا بأسئلة بخصوص المدنيين الفلسطينيين كانوا يتهربوا من هذا الموضوع. الآن هذه المظاهرات وضعت الرأي العام لأول مرة نشعر أن الغربيين بدأوا فهم الصورة بما يجري بقطاع غزة، وأن القضية لم تبدأ في 7 هذا الشهر، ولكن القضية قضية احتلال منذ 75 عام وحصار منذ 17 عاما على قطاع غزة. أنا أتمنى وأظن أن هذه المظاهرات التي بدأت تخرج ستجعل السياسيين الأوروبيين على الأقل التفكير 100 مرة قبل الانخراط الكلي في العدوان على قطاع غزة. يعني نحن رأينا كيف أن الأمريكان دخلوا على الخط ببوارجهم، الألمان تحدثوا عن دعم المطلق للكيان الصهيوني، إيطاليا، فرنسا. باعتقادك أن يعني إسرائيل تكترث بالرأي العام الدولي، تكترث بذلك؟ ماذا لو قامت ببداية أو شنت حربا برية دون الأخذ بنظر الاعتبار أي ردة فعل سواء كان من أوروبا أو من أي مكان آخر؟ إسرائيل دائما هي فوق القانون الدولي لمساعدة، خصوصا أن القيادة الأمريكية دائما تستعمل الفيتو. ولكن يجب أن لا ننسى أن حتى هذه الأمور الصغيرة البعض يراها صغيرة. نحن نعرف أن في أوروبا بعض القوانين تعطينا الإمكانية لرفع دعاوي على القيادة الصهيونية. يعني منذ فترة طويلة، منذ العدوان الأخير على غزة وما قبل الأخير، نحن نلاحظ أن القيادة السياسية الصهيونية وحتى القيادة العسكرية من النادر ما قدمت إلى أوروبا، لأن هناك دعاوي شخصية عليها. والآن هناك مجموعة كبيرة من المحامين الغربيين والعرب تحاول رفع دعوة إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. يعني نحن يجب أن لا نستسهل الأمر. يعني محاربة المحتوى الفلسطيني في وسائل التواصل الاجتماعي تعطينا صورة أنهم يريدوا ضرب السردية الفلسطينية، حتى الكلمة لا يستطيعوا أن يتقبلوها. وأنا أظن دخول المظاهرة التي رأيناها يهود من أجل السلام والتضامن مع قطاع غزة إلى الكونغرس الأمريكي كانت رسالة مهمة جدا. وحتى داخل الإدارة الأمريكية بعض الاستقالات، البعض يقول أنها ليس لها هذا التأثير، ولكن لا ننسى أن الدول الغربية هي أنظمة ديمقراطية وتعرف أن هناك انتخابات. أيضا هناك من يتساءل، أستاذ عدنان أبقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. يتساءل الكثير أن الولايات المتحدة دائما هي الداعم الحقيقي والفعلي لإسرائيل بالمال وبالسلاح، هذا الأمر أيضا سياسة التجويع أيضا هي سياسة أمريكية سبق وأن استخدمت في العراق على مدى 13 سنة،
سياسة التجويع أستاذ ماهر شاويش، بالعودة إليكم مرة أخرى، سياسة التجويع، سياسة منع إدخال المساعدات، هذه السياسة أمام القانون الدولي، أمام العالم كله، كل الدول الآن تنظر، كل الشعوب تنظر إلى سياسة التجويع التي تستخدمها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، تجاه قطاع غزة تحديدا. منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية، نحو 23 منظمة طالبت بإدخال المساعدات بدون قيد أو شرط، ولكن إلى الآن السياسة الصهيونية موجودة على الأرض. يا ترى هل نجحت، إلى أي مدى نجحت سياسة الاحتلال في تجويع قطاع غزة؟ هو حقيقة هذا السؤال يحيل إلى 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 ربما يعني جدلية طرحت بالذات بعد 7 أكتوبر، لأن البعض حقيقة سواء حتى على المستوى الغربي أو حتى على بعض يعني جزء مهم من الرسمية العربية يريد البعض حقيقة أن يؤرخ لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من 7 أكتوبر وكأنه لم يكن هناك 100 عام من الصراع العربي بالضبط الإسرائيلي. بالضبط، الأمر هو كله متعلق بالتاريخ وهناك ممارسات تمام. متشابهة نعم تمام، وكأنه أيضا لم يكن هناك يعني لم يمر 75 عام على النكبة، وبالتالي يعني هذا الاحتلال أصلا ضرب بعرض الحائط كل ما يتعلق بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وهو حقيقة لم يستجيب لأي من القرارات المتعلقة في القضية الفلسطينية ذاتها. ونحن يعني ربما عندما يعني نذكر هذه القضايا نذكرها من باب أن البعض يريدنا أن نقدم دائما رواية فلسطينية مبنية على القانون الدولي وعلى حقوق الإنسان وعلى القرارات الدولية، ونحن نقول لهم حقيقة جيد إذا كنتم تريدون هذه الرواية فنحن نريد أن نذكركم بالقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ولعلي فقط أبدأ بالقرار 181، قرار التقسيم. هذا القرار اصلا ينص على اعطاء الشعب الفلسطيني يعني حوالي 49 يعني 50% من ارضه، ليس فقط في فلسطين كلها وانما في الارض التي كانت قبل ان تحتل الضفه وقطاع غزه، بمعنى ان هذا القرار لم يتعاطى مع ما جرى بعد عام 1967. ايضا القرار 194 هو قرار يعني يتيح ويعطي الحق ل 7 مليون لاجئ ان يعودوا الى فلسطين. القرار الذي أنشئت عليه أو بنيت عليه قضية التسوية ومشروع حل الدولتين، قرار 242، هذه فقط مجموعة من القرارات، وأستطيع أن أذكر لك كثير من القرارات المتعلقة في القضية الفلسطينية التي حقيقة ضرب فيها ليس فقط الاحتلال الإسرائيلي وإنما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الإدارات الأمريكية ضربوا فيها عرض الحائط. وجزء مما جرى أصلا في تقديري ومن مبررات الأسباب الحقيقية التي أدت إلى رد الفعل الكبير الذي قامت به المقاومة، وهنا أيضا أشير إلى أن المقاومة أيضا مكفولة وحق مشروع لأي شعب محتل. وفي تاريخ القضية الفلسطينية هناك قرار رقم 32-36 صدر عام 1974 يعطي الحق للشعب الفلسطيني في المقاومة بما فيها الكفاح المسلح، وهنا أنا أسرد قرارات وقوانين دولية لمن يريد أن يحاجج ويجادل ويناقش في القضايا القانونية والحقوقية. هذا الاحتلال هو الذي ضرب بعرض الحائط لكل هذه القرارات لكل هذه القوانين، والآن نلاحظ على مدار أسبوعين هو حقيقة يضرب بعرض الحائط كل ما يتعلق أيضا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبحقوق الإنسان. هل تتيح هذه القوانين أن تنطلق حرب إبادة جماعية بهذه الطريقة؟ هل تتيح هذه القوانين عملية الترانسفير والتهجير الجماعي التي يحاول الآن الاحتلال أن يحشد العالم كله وراءها من أجل تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مصر، ومن ثم فيما بعد أنا متأكد أنها ستكون الخطوة التالية هي تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني الموجودين في الضفة الغربية إلى الأردن؟ هل المستوطنات التي أكلت وقضبت الضفة الغربية والآن عدد المستوطنين حوالي 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية، هل هذا ينسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان؟ أنا أذكر مثل هذه القرارات حتى أحاجج بها من يريدنا ومن يود منا أن نتكلم بالقانون الدولي خاصة في الغربية. كثير من الحقوقيين أستاذ ماهر، سأعود إليك مرة أخرى، كثير من الحقوقيين وصفوا القانون الدولي أنه قانون فصل واستثني من هذا القانون أن يطبق على الكيان الصهيوني. ولكن اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للأستاذ عدنان أبو شقرة. أستاذ عدنان، يعني مع وضوح الكارثة في غزة وكارثة يعني جريمة إنسانية بمعنى الكلمة،
مع فشل قمة القاهرة، مع فشل أيضا مجلس الأمن في التصويت على قانون الموافقة على إدخال المساعدات، وكأن المساعدات وهذه القمة والتصويت في مجلس الأمن كله من أجل إدخال مساعدات لشعب يقتل بدم بارد، هو ليس بحاجة إلى مساعدات بقدر ما هو بحاجة إلى موقف دولي، وبقدر ما هو بحاجة أيضا إلى وقود، أيضا حيث منع الوقود لم تضمن المساعدات هذا العنصر المهم. أستاذ عدنان، سؤالي هو في هذه المرحلة تونس والجزائر قاطعت القمة، الكثير من المراقبين وصفوا أن هذه القمة هي قمة يعني إسقاط عتب أو قمة إدخال مساعدات، ليست قمة ترتقي إلى المستوى التحدي وحجم الكارثة والجرائم التي تحصل. يعني كيف تنظر إلى مقاطعة الجزائر وتونس لقمة القاهرة؟ يعني على الأقل هناك عمل إيجابي خرج، أو قضية إيجابية خرجت من هذه القمة. يعني أنا منذ البداية لم أعول على هذه القمة، يعني نحن نعرف أن جزء من هذه الدول التي اجتمعت هي تقيم علاقة مع الكيان الصهيوني، وهي حريصة على هذا الكيان الصهيوني، وأيدت أو أرسلت تعازيها بعد عملية طوفان الأقصى. يعني لم أتوقع أن يكون هناك أي ردة فعل إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني، بل بالعكس، يعني نحن سمعنا أنه هناك توصيف للمقاومة بطريقة سلبية جدا، تحدثوا عن القضية وكأنها كارثة إنسانية، يعني كزلزال أو فيضانات، حتى لو ذكروا القوانين الدولية. الذي يريد أن يفعل لا يناشد الآخر بالفعل. يعني يجب أن لا ننسى أن غزة بحصارها منذ 17 سنة لم تكن فقط محاصرة من الكيان الصهيوني، هي كانت محاصرة كذلك من قبل النظام في مصر. يعني لو أراد النظام في مصر أن يفتح المعبر تجاه غزة لما استطاعت أي قوة أن تمنع، حتى لو قصف الكيان الصهيوني. نحن نعرف أنه في المرة الماضية عندما كان هناك حرب على غزة دخل رئيس الوزراء المصري بتصريح من المرحوم محمد مرسي الذي طلب بإدخال المساعدات إلى غزة. يعني أنت تستطيع أن تفرض بما تملك من أوراق القوة على الكيان الصهيوني وعلى الدول الأوروبية، ولكن للأسف يعني نحن نعرف لاحظنا أن الدول الأوروبية اجتمعت كلياتها مع الولايات المتحدة في الدفاع عن الكيان الصهيوني، لأنه آخر قاعدة استعمارية موجودة في المنطقة. يعني يجب أن لا ننسى أن بايدن قال بالحرف أنه لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا إيجاد دولة إسرائيل. يعني المطلوب، يعني نحن يعني المقاومة أثبتت أنها بقلة، رغم قلة العدد وقلة الإمكانيات، أنها تستطيع أن تكوي الوعي الصهيوني، ولذلك كل هذا يجري في غزة من تجويع ومن جرائم حرب وإبادة جماعية. لم يستطع أي إنسان عربي أن يكوي الوعي الصهيوني كما كوي في أثناء عملية طوفان الأقصى. ولذلك يعني كان المفروض أن يكون هذا مشجعا، ليس فقط، يعني أنا لا أريد فقط أن أتحدث عن الأنظمة، يعني الشعوب العربية تتظاهر، ولكن يعني أنا أتساءل، إذا نحن كلنا نعرف مثلا أن فرنسا تشارك بالجريمة ضد شعبنا الفلسطيني، لماذا لا يذهبوا إلى السفارة الفرنسية أو السفارة البريطانية أو السفارة الألمانية؟ المقاومة بحاجة إلى دعم، هذا الدعم يكون بالإسناد المباشر، يكون بالدعم المعنوي، يكون بالدعم بالكلمة، كما أورد ضيفة كذلك، بالصراع القانوني على هذا الأمر. ولكن هذه المعركة تتطلب أن تمارس الشعوب فعلا إرادة، أن تمارس الشعوب السلطة، مش ليس السلطة، ولكن على الأقل أن تحاول أن تقف ولو لمرة واحدة أمام المرآة وتقول نحن نستطيع أن نكسر هذا الكيان إذا تجمعنا واستعملنا كل ما نستطيع. هذه الأنظمة يعني هي بالأساس إنتاج غربي، يعني معظم الأنظمة العربية هي دول وظيفية ليست دول مستقلة لتأخذ قرار في الدفاع عن الشعب الفلسطيني. فالحصار على الفلسطيني أنا أراه ليس فقط صهيونيا، ولكن هو حصارا عربيا كما تفضل ضيفك. يعني كأن الكيان الصهيوني يقول للدول العربية كل دولة عربية تستطيع أن تدخل شاحنة واحدة إلى غزة. يعني في بعض الأحيان يشعر المرء
بالمرارة من هذه الأمة ومن هذه الدول. ولذلك يعني تحدثت، سألتني قبلا عن الأوروبيين، نحن نهدد الأوروبيين بأنهم شركاء في المذبحة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، هي إبادة جماعية. ولذلك بدأنا كذلك بحملات ضد هذه القيادة السياسية أنها ستعامل كأنها شريكة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. نعم أستاذ ماهر، إذن في من وجهة نظرك كيف يمكن إيقاف العدوان على غزة إذا كان الكثير من المراقبين وحتى مصادر من داخل الكيان الصهيوني يرون أن هذه هي الفرصة الوحيدة للقضاء على المقاومة الفلسطينية والقضاء أيضا على حماس؟ يعني أنا بتقديري هناك عدة خطوات وعدة مستويات من العمل فيما يتعلق على الأقل بإيقاف يعني إطلاق النار مبدئيا، وأيضا بثبت معالجات للقضية الفلسطينية برمتها. ربما أنا أقول من أحد حسنات ما جرى في 7 أكتوبر بتقديري هو أنه حول القضية الفلسطينية وارتقى بالقضية الفلسطينية وحتى أعاد الحديث عن القضية الفلسطينية كقضية واضحة ليست مرتبطة بزواريب وتفصيلات بسيطة مثل قضية وقود وطعام وعمل في أراضي 48 وفكفكة مشكلة هنا ومشكلة هناك. لا، هذا الإيجابي في قضية فيما حصل في 7 أكتوبر أنه أعاد القضية الفلسطينية برمتها إلى الطاولة وإلى النقاش من جديد في هذا الأمر. لذلك أنا أقول نعم هناك عدة مستويات من العمل، هناك عمل على المستوى الفلسطيني، على المستوى العربي، على المستوى الإسلامي وعلى المستوى الدولي. وبما أننا نتحدث عن قمة عربية إسلامية فأنا أتحدث على الأقل على المستوى العربي والإسلامي وأجيب على سؤالك في هذا الأمر. أنا في تقديري هناك ثمت أوراق قوة تمتلكها الأمة العربية والإسلامية رسميا وشعبيا. شعبيا شفنا ورأينا هذا الجهد وهذا الطوفان من أبناء شعوبنا، ونحن ليس لدينا أي شك، لا بل لدينا ثقة مطلقة بشعوبنا وبإيمانها بالقضية الفلسطينية يعني مركزية القضية الفلسطينية في الوعي الجمعي لأبناء شعوبنا العربية والإسلامية. هذا ليس لدينا فيه خلاف، ونحن يعني لدينا كما قلت ثقة مطلقة بهذا الأمر. لكن على المستوى الرسمي هناك طاقات وإمكانيات لهذه الأمة، هناك مقدرات لدى هذه الأمة، لكن المشكلة هي بين الرغبة والقدرة. هناك قدرة وهناك إمكانيات لكن لا يوجد رغبة، هناك إرادة مسمومة من هذه الرسمية العربية في تطبيق وفي استعمال ما لديها من أوراق قوة. ولعلي أذكر الآن قضية مثلا النفط، هذه ورقة قوة، استخدام النفط، وقف التطبيع وتجميله على الأقل، هذه ورقة قوة. الآن قضية السفارات الإسرائيلية الموجودة في 6 بلدان عربية وطرد السفراء. هل تعتقد أستاذ ماهر أن هذه الأوراق ربما تستخدم في الأيام المقبلة وخاصة في حال لو وقع فعلا هجوما أو هجوم بري؟ أنا أقول يجب أن تستخدم على الأقل بالتدرج أستاذي الكريم. أنا ذكرت هذه الأوراق، النفط وفي التطبيع، السفارات وإغلاقها وطرد السفراء، وأيضا ماذا عن القواعد العسكرية الأمريكية في الدول العربية، وماذا عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للمجال الجوي العربي الإقليمي. هذه على الأقل 5 أوراق تستطيع، يعني 5 أوراق تستطيع هذه يعني الأمة العربية الرسمية. ما مدى يعني من وجهة نظرك، يعني عندما قبل قليل وصف الأستاذ عدنان أبو شقرة أن الأنظمة الرسمية لا تمارس سوى مهام وظيفية، في ضوء هذا التوصيف هل ممكن لهذه الأوراق أن تستخدم كما استخدمت سنة 73؟ إمكانية يعني أنا أتكلم الآن عن القدرة ولا أتكلم عن الرغبة، أنا أنفي الرغبة وأنفي يعني أقول أن هناك قدرة، هناك إمكانيات، هناك يعني أوراق ممكن استخدامها، لكن مع الأسف لا يوجد رغبة ولا يوجد يعني إرادة، لأن الإرادة مسلوبة. وهذا حقيقة يعيدنا إلى طبيعة هذه الأنظمة وكيف جاءت هذه الأنظمة للحكم. والبعض حقيقة عندما جاء الربيع العربي منذ 12 عام كانوا يقولون لنا لماذا تقفون مع الربيع العربي؟ لا، أنا أقول لك لماذا نقف مع الربيع العربي. نقف مع الربيع العربي لأن هذه الحكومات لا تأتي منسجمة مع طموحات وأمال الشعوب. لو أن هذه الحكومات وهؤلاء الرؤساء والزعماء والملوك والأمراء جاءوا بانتخابات ديمقراطية وبانتخابات نزيهة لكنا رأينا استخداما واستثمارا لهذه الأوراق بطريقة مختلفة. ولعلي أذكر بما جرى في عام 2012، وهذه مقارنة ضرورية نطرحها هنا حتى ندلل على أحقية وعلى صوابية ما نطرح. الرئيس محمد مرسي رحمه الله في عام 2012 في مثل هذه الأيام في تشرين الثاني نوفمبر من عام 2012 قامت عملية حجارة السجين. هذا الرئيس أوفد رئيس وزراءه إلى قطاع غزة وتوقفت الحرب بعد 8 أيام. تخيل الآن أسبوعين ولا تستطيع كل هذه الأمة العربية أن تدخل يعني بالكاد 20 شاحنة
تفتقر الى مكونات واساسيات الحياه، فيما عندما كان الرئيس منتخبا وعندما كان الرئيس يمثل اراده الشعوب اوفد رئيس وزراء الى قطاع غزه وحصل ما حصل ووقف ذلك العدوان الذي جاء على قطاع غزه في تلك الفتره. لذلك نحن نقول هناك مشكلة في التأصيل لكل هذه القضايا، نحن مضطرون أن نتكلم أحيانا في البديهيات وفيما يعتبر البعض بديهيات، لكني أراها أساسيات وأراها تأصيل يعني ضروري لمثل هذه القضايا، نرى يعني نرى فائدته أو نرى حتى الحاجة إليه في مثل هذه الظروف. نعم. أستاذ عدنان، في هذه الحالة أمام انتكاس قوة الاحتلال أمام المقاومة ومع تأجيل الحرب البرية، هل تعتقد أن الاحتلال ربما أو يخطط لاستراتيجية حرب طويلة الأمد؟ يعني حتى لو قال الاحتلال أنه سيحارب لفترة طويلة، نحن نعرف أنه جمع كل ما يستطيع من جيش واحتياط، ولكن إلى كم أسبوع وكم شهر يستطيع أن يبقي هذا الاحتياط وهذا الجيش في حالة حرب؟ يعني الكيان الصهيوني هو كيان يعتمد على اقتصاده، الاقتصاد الحديث، وكل هؤلاء الناس هم يعملوا. الكيان الصهيوني يهدد بالكثير، وأنا أعرف أن المقاومة عندما بدأت بعملية طوفان الأقصى كانت تحسب الحساب. هي يمكن أن ردة الفعل العالمية يعني أنا شخصيا لم أتوقع أن تكون هذه ردة الفعل العالمية الكبيرة، ولكن أنا لا أظن أن الكيان الصهيوني جاهز لحرب طويلة جدا كما يدعون. يعني هم يريدوا تحقيق انتصار، كما ذكرت يعني تم كي الوعي الصهيوني، ولا يستطيع أي قائد صهيوني أي مسؤول صهيوني أن يعود دون أن يقول للشعب عنده أننا حققنا إنجاز وحققنا انتصار. حاليا ما هو الحد الأدنى لهذا الانتصار الذي يهدف إليه الكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني حاول بقضية تهجير الفلسطينيين، يعني وهذا ما طرحه بايدن وطرحه بلينكن، تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، النقطة تحسب على الأقل مبدئيا للنظام في مصر أنه رفض هذا وقال فليذهبوا إلى النقب. نحن نعرف أنه إذا تم التهجير ستكون تم تحقيق جزء من المخطط الصهيوني، ولكن بعدم هجرة الفلسطينيين ضربت أول نقطة في المشروع الصهيوني ألا وهي تهجير أهل غزة. الآن سيستمر في عملية القصف المكثف كما هو يقول، وممكن أن يقوم بحرب عسكرية بهجوم عسكري على قطاع غزة، سيضرب النقاط الفارغة ليقطع قطاع غزة إلى بعض المحاور، وسيحاول أن يحقق أي نصر يستطيع بعده أن يذهب إلى شعبه ويقول نحن أنجزنا ما أنجزناه. ولكن يبقى السؤال المهم، نحن لاحظنا أن شعوبنا العربية خرجت في الساحات، لاحظنا أن الشعوب في دول العالم خرجت إلى الساحات، هل تستطيع هذه الأنظمة الصمت على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني إلى فترة طويلة جدا دون أن تدفع أثمان؟ هنا السؤال الذي لا أستطيع أن أجاوب عليه، يعني هي للأيام القادمة، ولكن كل ما أستطيع أن أقوله أن المقاومة لن تسمح للكيان الصهيوني بالدخول إلى غزة واعتبارها نزهة حتى لو كان يريد نصرا عسكريا سريعا. فأنا أظن أن هذا النصر العسكري الذي يبتغي سيكون على أشلاء أطفالنا ونسائنا وصبايانا وشيوخنا. نعم أستاذ عدنان. أخيرا أستاذ ماهر، يعني ما مدى قيمة ما قامت به المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين وتسليمهما إلى الصليب الأحمر؟ يعني في هذه الحالة إلى أي مدى تستطيع المقاومة تغيير أو التأثير في موازين القوة خلال المرحلة المقبلة؟ أنا أعتقد سلوك المقاومة، إذا أردت أن أقدم قراءة له في هذا الجانب بالذات أو من هذه الزاوية، أنا أعتقد أن المقاومة تريد أن توصل رسائل تؤكد فيها على حقيقة على أخلاقيات المقاومة وعلى الأدبيات التي يعني تبنى عليها هذه المقاومة، وفي مقدمتها الجانب الإنساني. المقاومة حقيقة تدير هذا الملف أنا بتقديري بشكل جيد، ليس فقط بإطلاق الرهينتين، وأيضا قبل قليل أنا قرأت أن هناك أيضا يعني أسرى نساء امرأتين كان أيضا طرح أن يتم إطلاق سراحهم، لكن الاحتلال لم يقبل.
وقبل ذلك ايضا الصور التي يعني صدرتها المقاومه المتعلقه بالاسيره التي تم اجراء عمل جراحي لها. انا اعتقد اداره الملف بهذه الطريقه اداره ايجابيه تبعت برسائل مهمه الى المجتمع الدولي، الى كل هذا العالم، لانه حقيقه في الاسبوع الاول من العمليه هناك كم كان، على الاقل انا ارصد لك في الغرب، وانا اعيش في الغرب منذ حوالي في هولندا منذ حوالي 5 سنوات، وارصد بعض الاعلام الغربي وجزء مهم من الاعلام الغربي، انا اقول لك في الاسبوع الاول من هذه العمليه كان هناك ثمه هستيريا وجنون لدى الغرب على المستوى الرسمي وعلى مستوى الاعلام، وحتى استطاعوا ان يسوقوا بعض الروايات على مستوى الشعوب. وانا حقيقه لا يعني لم استغرب من الانحياز، لكني استغربت حقيقه من حجم التضليل وحجم الكذب وحجم التشويه الذي ساد في الاوساط الغربيه، وبالتالي التعاطي في هذه الجزئيه ربما يعني على الاقل اذا لم يؤدي الى تراجع فانه يؤدي الى انحسار في هذه السرديه وفي هذه الروايه. شكرا. الروايه التي يحاول الاحتلال الاسرائيلي ان يقدمها للغرب حتى يبني عليها كل جرائمه وكل ما يقوم به في قطاع غزه. شكرا جزيلا سيد ماهر شاويش من امستردام، كنت معنا عبر سكايب، الكاتب والصحفي الفلسطيني، وشكرا جزيلا للاستاذ عدنان ابو شقره، ضمنا عبر سكايب من ستوكهولم، الكاتب والباحث السياسي.